السلام عليكم متتبعين قناتي وقناتكم مستملحة الكوثر. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الفيديو. غنبدا معكم من الصباح من هذه اللقطات اللي كتشوفوا معايا. انا كان الصباح كنا فقنا فطرنا خرجنا قدام الباب كيف ما كتشوفوا كنا كنلعبوا الفولي حنايا بنات الخوالات مع ولد خالنا يحيى. المهم بقينا كنلعبوا وكنلعبوا الفولي مقصرين بيناتنا عادي وضحكين. هنا راه من مورا المناسبه اللي شاركت معكم في الفيديو الاخراني التحضيرات اللي كنت شاركت معكم. هنا من مورا كان واقيلا نهار الثاني قررنا اننا نمشيو لواحد البلاصه سميتها بوغرار تاعتنا هنايا في دمنات كيتدار فيها الفخار كيتصايب فيها الفخار. هذيك هي البلاصه اللي كيتصايب فيها الفخار في دمنات وكيوزعوه على المحلات. داكشي علاش قلت نشارك معكم التجربه ديالنا اليوم وندير معكم فلوغ. هنايا فاش كنا كنلعبوا حنايا قررنا اننا ماشي قررنا تطرحت اننا نمشيو نديرو الكاسكروت في فوق الدار غير شي بواحد البلاصه بحال ما كانت كيتقال لها المصلي كيصلوا فيها الناس الاعياد ومصايبه يعني فيها الكازو فيها الالعاب ديال الدراري فيها الضو كيجلسوا فيها الناس كيتنزهوا فيها. وقلنا من هاني نمشيو نشوفوا ديك المنطقه ديال بوغرارت ونديكم معايا ونشارك معاكم التجربه ديالي وتشوفوا البلاصه فين كيتصايب الفخار عندنا في دمنات. هنا كما كتشوفوا راه كنا كنلعبوا عادي وكنا كنتفقوا على اشنو غنصايبوا يعني اشنو غنديروا الكاسكروت. واخا فاش جيت المونتاج راه ما كنتش كنمونطي. هنا واقيلا خالتي اللي كانت كتصور خالتي اللي كانت خرجت غير قدام الباب ولقاتنا كنلعبوا وهي تصور. صافي قلت لها مادام بديتي التصوير بحال ما هكا انا نصور نكمل على الفلوغ. داكشي علاش ما درتش لكم الصوت. هنا كما شفتوا معايا قبل لي كريب صايبتهم في وسط المراه على حساب الكوزينه كانت عامره كانوا كيحطوا الغداء. صافي قلت لهم انا غنخرج للمراه حسن باش ما نبقاش مزاح معكم. بالنسبه للكيكه الكحله كيكه عادي الصراحه درنا كيكه عادي. الكيكه الاخرى اللي فيها التفاح صايبتها بنت خالتي سلوى صراحه جاتها بنينه صوبتها بواحد الطريقه بحال قلتي وزعنا المهام شي جمع الماء شي هاد البلاصه هي فاش كنا غناكلو. المهم هادي اللي بانت لكم هاد المنتزه هو فين كنا غناكلو. كانوا تماك مصايبين فيه ديجا مصايبين فيه الكراسه والطوبل ديالهم تما بالسيما يعني الناس كيجيبوا الخشب كيجيبوا الكاسكروت ديالهم وكيجلسوا تما هنايا. ولكن قلنا نسبقوا هو الاول المنطقه ديال بوغرارت عاد نرجعوا نديروا كاسكروت بما شويه برد الحال حيت كان خرجنا مازال شويه الصاد مازال سخون الحال ومازال كاينه الشمس. صافي انا غنشدينا الطريق كاين هو جوج طرق اللي كيديو لهاد المنطقه. كاين الطريق اللي كيدوز من ايمينيفري هو هذا ايمينيفري هي المغاره ديال ايمينيفري اللي كاينه في دمنات. وكاين طريق اخر اللي كاين في الجهه الاخرى اللي من وقيلة من البيرو كيدوزو ليه من البيرو. هنا كيما كتشوفوا هنا غير ايمينيفري هاد البلاصه هي ايمينيفري. قلت وقفنا قلت نضرب لكم غير طليله من الفوق. راه ديجا شاركت معكم واحد الفلوغ العام اللي فايت في الصيف كنت مشيت ليها وصورت لكم وراه شاركت معكم الفيديو. نقدر نحط لكم اللي الا كنتو بغيتو تشوفوها من الداخل كيدايره غنحط لكم لوليان ديالها في صندوق الوصف. وبالنسبه للانستغرام ديالي حتى هو راه كنشارك فيه لي ميني فلوغ الوصفات وكلشي غنخلي لكم اللين ديالو في صندوق الوصف. كما كتشوفوا نورمالمون لتحت كيكون عامر بالماء عامر بالماء غير هاد العام ما عرفتش هاد المره كان شويه الماء ناقص ولا اصلا ما غادي كينقص فيه. صافي هنا غنكملوا الطريق كما كتشوفوا
عادي كيف ما ولفتكم في هاد الفيديوهات الاخرانيين. يعني مادام كنقولوا حنايا عائله، الطوموبيل، الموسيقى وداكشي، ما كنشاركش الصوت حيت كنبغيهم ياخذوا راحتهم في الهضره، وسختو حنايا البنات كنبغيو ناخذوا راحتنا في الهضره والجماعه وداكشي، علاش كنحيد لكم الصوت؟ هنايا الطريق كاملها غتكون على هاد الشكل ديال الجبال، الجبال والربيع والشجر، يعني البنات كاملها هكا دايره. ونخليكم تكملوا لا فيديو حتى نوصلوا للبلاصه اللي فيها الفخار، ونرجع لكم. رجلي على رجلك نمشي وتيطلع نهار، عيني على عينك زي شهد نجوم القمر، يدي على خدك زي نشف امواج البحار، اجي تهويني اجي يا العمار. رجلي على رجلك نمشي وتيطلع نهار، عيني على عينك زي شهد نجوم القمر، يدي على خدك زي نشف امواج البحار، اجي داويني اجي يا العمار. غرامك انا شغلني اجي عندي داويني، زينها يقتل وياني نشوفها ترجع الروح. غرامك انا شغلني اجي عندي داويني، زينها يقتل وياني نشوفها ترجع الروح. والروح طير انا مرت الحب طبيعي، ما صابولوش دواء منك القمر كي سيدي ضوي، نهاري دوز معك تانية ورا تانية تجري، شنا عملتي فيا العيلة سلبتي عقلي، اجي داويني اجي يا عمري. غير ضحكة منك القمر كي سيدي ضوي، نهاري دوز معك تانية ورا تانية تجري، شنا عملتي في العيلة رسلبتي عقلي، اجي داويني اجي يا عمري. غرامك انا شغلتني اجي عندي داويني، زينها يقتل وياني نشوفها ترجع الروح. غرامك انا شغلتني اجي عندي داويني، زينها يقتل وياني نشوفها ترجع الروح. والروح طير انا مرض الحب طبيعي، ما صابولوش دواء حتى في المريخ. والروح طير انا مرض الحب طبيعي، دوايا عند الليل انت قلبي وعقلي. وسبحان الله اللي عطاك الزينة بالجملة، ارمشك العيلة نسى وين القبلة. سبحان الله اللي عطاك الزينة بالجملة، ويلا شافك انا ترى غاين سعبلة. سبحان الله اللي عطاك الزينة بالجملة، ورموشك العيلة نسوني قبلة. هنا تقريبا الطريق كاملة كنلقاو فيها هنايا بحال القصاعي مفرشين محطوطين في الارض. انا هنايا غنزلوا هنايا الله تقريبا اول واحد، ما عرفتش واش نقول لكم اول مصنع ولا اول فخايره، يوم فهمت ما عرفتش نقول لكم. وصلنا ليه هو هذا، كان شتو هنايا كيخلي كيصيبوهم وكيخرجوهم كينشروهم، يعني الطريق كامله دايره بحال ما هكا، كتمشى شويه كتلقى دار مفرشين حداها هادو، وكتلقاو بحال هاد عرفت قديمات ديال الطين محطوطين. انتم كتشوفوا هنايا، هنا دخلنا عندهم للداخل، وصراحه كنت بغيت نخلي الصوت ولكن ما راكم عارفين ما بيتش نتديرونجو، وصورت اصلا غير ما ديك اللقطات وصافي. كيما عرفت راسي في هاد لي فيديو ما بقيتش كنصور مزيان، ما بقيتش كندير وصفات، ما بقيتش، ولكن قلت نخرجكم من هاد الروتين ديال
ندير الوصفات الكوزينه كوزينه كوزينه، داكشي علاش قررت في هاد السفيره نشارك معكم ادق التفاصيل. كما كتشوفوا هاد السيد متخصص غير في هادو، ما كانش عنده الدراري اللي كيرسموا داكشي، ما كانوش هنايا هاد البلاصه ماشي لي بيسين، هاد البلاصه كيتعجن فيها الطين. هنايا وصلنا لعند واحد السيد اخر، غندخلو عندو هنايا. فين ما وصلنا كنوقفو الطوموبيل كنزلو كندخلو كنشوفو اشنو عندهم. هنايا هذا فيه الفران، هاد ما عرفت كي غنقولها لكم، هاد الصندوق الكبير اللي كتشوفو هذاك هو الفران، فيه كيطيب الفخار. هانتوما الكساعي مفرشين، وكان الثمن ديالهم صراحة الثمن زوين، ما ماشي الثمن ريزونابل، ما معقول. كان من جميع الاحجام جميع الاشكال بديكورات مختلفين بالنقش مختلف. هاي هاد البلاصه اللي بانت لكم دابا هي فاش كيجلس السيد اللي كينقش، كيسميو اللي كينقش على الفخار باللوان وداك الشيء. هنا كيتعجن هاد البلاصه كيتعجن فيها الطين، انتم شفتوا. وكاينين هادوك مغلفين، واقيلا هادوك ديجا طايبين ومحطوطين. ما نقدرش نعطيكم لي ديتاي كثار في هاد على هاد الحاجه، حيت حتى انا غير داكشي اللي سمعت السيد كيقولو صافو صرختو. هنايا كيف ما كتشوفوا هنايا راه بالنسبه لهادو السلعه كت يعني كتخرج ما كتبقاش غير في دمنات، راه كيصيفطوها للمدن الاخرى. هنايا عاوتاني وصلنا عند واحد اخر عنده بحال ما هكا دوك ديال الطنجيه، عنده القدرات الكبار، هانتوما تشوفوا ديال الطين، عنده من الصغيره حتى الكبيره داكشي كان عنده. هذا زوين السيد، عنده داكشي زوين. وكنا حنايا خدينا وحدين صغار هادو بحال ما هذا الشكل صغار، للعسل والسمن، العسل الحر والسمن، قلنا نديروهم فيهم. هنايا غتشوفوا راه تجمعنا كاملين، حين تمشينا كاملين كملنا، مشينا تقريبا العائله كامله مشات، ما كاينش شي واحد بقى. هنا كي ها هما القصاعي شفتوهم، انا تقريبا خوالاتي وحنايا خدينا قصريات، كل وحده خدات في الشكل، كل وحده خدات في قياس اللي بغات. الاثمنه والله ما عرفت، ما كاين 30 درهم 35 درهم كاين 40 درهم، كل ما كانت القصريه كبيره. كاينه وقيله قصريه صغيره شرتها اختي نجوى، ديتها معها لدارها، كانت واقيله بشي 6 دراهم والله ما عرفت. المهم يقدر واقيلا راه كاين لا فيديو ديالها. هنا عاوتاني عند صحاب الكيسان، وعند صحاب دوك الطواجن الصغار ديال الزيت الزبده وداكشي، ها هما والزيتون كاينين هنا. صافي هنايا من بعد ما تقدينا سالينا شدينا الطريق لدمنات. هنايا بالنسبه لهاد الطريق اللي غتشوفوا دابا ماشي هي الطريق اللي دزنا منها في الاول، كانت طريق واحد اخر. هنا راه كما كتشوفوا راه عاتي هادشي اللي كتشوفوا راه ماشي زبل حاشاكم ولا نقولوا شي حاجه مجموعه، لا راه غير بحال دابا الكساعي اللي كيتهرسوا ليهم وكذا كيحطوهم تما باش ما يبانش لكم الدنيا موسخه، ولا تقولوا راه هكاك يعني كيرميو الزبل حاشاكم وداكشي في قدام حدا الديور. لا غير اي قصرية تهرست ليهم، اي طاجين تهرس ولا شي حاجه راه كيحطوه غير تما. ما عرفت صراحه شنو كيديروا به، واش كيعاودوا يفزقوه ولا كيهرس، ما عرفتش واش، ولا كيخليو حتى كيجي كاميو كيجمعوا داكشي، ما عرفت صراحه، ما عندي حتى فكره. الحاجه اللي معروفه عندنا حنا في دمنات هي هذه المنطقه ديال طبوغرات، هي اللي معروفه بالفخار. ما كاينش واقيلا عندهم شي دار ما فيهاش شي واحد كيصيب الفخار، ما كاينش. كاينين فيها العيالات، كاينين الرجال العيالات. بالنسبه للعيالات اللي سمعت واحد السيد قالها، بالنسبه للعيالات كاين اللي كتنقش على الكيسان، كاين داك الزواق كيصيبوه هما على الكيسان وعلى الطناجر وعلى الطناجر على الطواجن بلوتو وعلى القصاعي، فهمتوا. صافي هنا كما كتشوفوا راه طاح ديجا الليل، شدينا الطريق لدمنات. صراحه الكاسكروت مشينا درناه، رجعنا عاوتاني لديك البلاصه درنا فيها الكاسكروت، ولكن ما لقيتش لي فيديو ديالهم فاش دابا فاش كنت كنمونطي. ما عرفتش واش انا ما كنديرش اونغوجيستغ الفيديو، ولا واقيلا فاش كنهز من التليفون للبيسي
كيمشيو ليا لي فيديو ما فهمتش شنو كيوقع ليا حتى ما كنلقاش الكاميرا. هنايا غنحبس معكم لا فيديو ديالي وغنقول لكم كنتمنى تكون لا فيديو عجبكم وتكونوا استمتعتوا وعرفتكم ولو شويه بمنطقتي اللي هي دمنات. من هنا غنخليكم وغنقول لكم كنتمنى تكونوا على خير ويلقاكم لا فيديو ديالي بخير وعلى خير. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله اللي يقدر يكون هو كيو اند اي، هي ديال الاسئله ديالكم ديال انستغرام. كنتمنى تكونوا على خير.